صباح الخير. والله هذا اللي كنت افكر فيه، قلت الله النادي فاضي اسويها. قلت لا اصبر اصبر خليني اجيها وانا يعني مروق اعطيها حقها، لان الحين انا ودي اتمرن، لو سويتها بيخلص الوقت وانا تقريبا متوي ما تمرنت. عودتكم باذن الله نيجي وقت زي هذا بعدها ما عندي شيء عشان اقدر اسوي الحركه ثم ايضا اتمرن. وانا تو قاعد اصور جسمي قاعد يتحرك لحاله، تركيزي كله مع الجوال ومع الكلام اللي اقوله. فجأة يوم خلصت تصوير سنابه وقف كذا ناظر نفسي قاعد اسحب ذي معي، ما ادري وين كنت رايح وش كنت بسوي. كان ودي كمل سنابات شوف جسمي وش بسوي وش عندي. توقعني ابغى اخذ البيت، جسمي يبغى يسرقها مثلا، وانا يوم رجع عقلي منعها. وش توقع؟ ما ادري صراحه. بقى ما بقى شيء، خلاص باذن الله المقطع الساعه 1 وهو نازل لكم الان غفوه الطلاب. بسم الله. انا بالعاده صراحه ما اخذ غفوه ولا احرص عليه لاني اصير اصلا غالبا برا، لكن عبد الله العلاوي صديقي نزل مقطع في قناته يتكلم عن غفوه وفوائدها، فالصراحه تحمست واعطانا ايضا حلول واعطانا ايضا زي الشروط المعينه اذا جيت تاخذ غفوه لازم انك تسويها. فانا بجرب ترى يا عبد الله، إذا ضبطت بقول للناس ترى أمور عبد الله طيبة، وإذا ما ضبطت بقول ترى خرابيط. فبجربها الآن وانصحكم تتابعون قناته، ترى والله أنا بنفسي أتابعها واستفيد منها. فعلا حقك علينا، المقطع نزل الساعة 1:05، المفروض أنه ينزل 1 بالضبط، إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي بالضبط يعني بننزل 1، وبحط لكم بعد شوي صورة للفلوق. يعني صورة من الفلوق عفوا. وبحط لكم الآن الرابط اللي يبغى يشوفه، واللي بعد هذه السنابات بحط لكم صورة. قولوا ايش رأيكم؟